السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج العاشرة. نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاشتراك مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريرا يلخص أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا من بداية 2015 إلى آخر أكتوبر الماضي. وطالبت المفوضية جميع من لديهم سيطرة فعلية على الأرض باتخاذ إجراءات فورية لوقف الأعمال التي تشكل خرقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، محذرة من أن الانتهاكات لن تتوقف إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية. نناقش هذه التساؤلات وهذا الملف، نطرحه في عاشرة الليلة للنقاش مع ضيوفنا. ينضم إلينا عبر الهاتف من الخمس رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبد المنعم الحر، عبر سكايب من مانشستر رئيس منظمة الرقيب لحقوق الإنسان محمد عبد المالك، ويشاركنا أيضا في الحوار عبر الأقمار الصناعية من طرابلس المحلل السياسي فتحي الفاضلي. أهلا بكم جميعا ضيوفي ومشاهدينا. وقبل أن نبدأ النقاش نتابع هذا التقرير. النزاعات المسلحة والصراعات أثرت في العديد من المناطق في ليبيا وأسهمت في انهيار القانون والنظام. بهذا التعبير استهلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقريرها حول حقوق الإنسان في ليبيا من بداية هذه السنة إلى آخر أكتوبر الماضي. تقرير البعثة الأممية الذي نشرته بالاشتراك مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان يظهر ارتكاب جميع الأطراف في ليبيا انتهاكات ضد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك التي قد تشكل جرائم حرب. ويوثق التقرير القصف العشوائي للمناطق الأهلة بالسكان واختطاف المدنيين والتعذيب وتدمير الممتلكات. التقرير الأممي أشار إلى سيطرة ما يعرف بتنظيم الدولة على مساحات من البلاد بسبب ما سماه انهيار القانون والنظام والاقتتال الداخلي، وأوضح أن التنظيم ارتكب تجاوزات جسيمة بما فيها الإعدامات العلنية والبتر والجلد والصلب لعدد من المواطنين بسبب دياناتهم أو ولاءاتهم السياسية. التقرير الأممي أشار إلى أوضاع النازحين في ليبيا وقال إن عددهم تجاوز 430 ألفا منذ منتصف 2014، موضحا أن النزاعات المتفرقة في بنغازي ودرنا وسرت وغرب طرابلس ومدن الجنوب مثل سبها وأوباري ساهمت بشكل كبير في تزايد عدد النازحين من يوم إلى آخر. ووفق التقرير فقد أخفق النظام القضائي في ليبيا في ضمان المساءلة القانونية، بينما لا تزال التجاوزات التي ترتكبها المجموعات المسلحة مستمرة دون عقاب. وأضاف أنه في أجزاء عديدة من البلاد واجه القضاة والمدعون العامون تهديدات وهجمات بسبب عملهم. التقرير سلط الضوء أيضا على محنة اللاجئين والمهاجرين في ليبيا وخاصة القادمين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وقال إنهم أصبحوا معرضين للقتل والاحتجاز والتعذيب، وقد وصل عددهم إلى 3000 شخص محتجز في 11 مركزا تحت إدارة مكافحة الهجرة غير النظامية وحدها. التقرير وفي نهايته دعا جميع من لديهم سيطرة فعلية على الأرض إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الأفعال التي تشكل خرقا للقانون الإنساني الدولي. نبدأ الحوار معك سيد عبد المالك. بداية، كيف تقرأ ما جاء في تقرير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول حقوق الإنسان ووقعها في ليبيا، وهذا التقرير الذي تم يعني إعداده بالاشتراك مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان؟ الحقيقة أنا قراءتي لهذا التقرير أن في العموم ليس بالغريب، لأن احنا ندرك جيدا أن الظروف التي تعيشها ليبيا هي قائمة على انتهاكات كثيرة جدا لحقوق الإنسان بالمعنى الواسع لهذه العبارة، انتهاكات حقوق الإنسان. وما فيش حاجة غريبة في التقرير، هو إعادة لنفس التقارير اللي صدرت في 2014 وال 2013، وأيضا التقارير اللي صدرت خلال السنة خلال 2015. لكن الحقيقة أنا أعتقد أن المجتمع الأمم المتحدة بالذات ليست فقط معنية بإصدار التقارير، إنما هي معنية أيضا بنشر ثقافة حقوق الإنسان في الجهات المعنية، في الجهات القضائية، عند الشرطة، عند الذين يشرفون على السجون، عند الذين يتعاملون مع من ينتهك الهجرة، يعني ما يسمى ما يعرف بالهجرة غير شرعية، ومراكز الإيواء
كل هذه كل هؤلاء الناس يحتاجوا إلى تدريب موسع ليدركوا أن هناك حدود لانتهاكات حقوق الإنسان، وأن عملهم من حيث يعلمون أو لا يعلمون قد يقع في هذه الانتهاكات. هذه واحدة. والثانية أن هناك مجموعة من الذين يقومون بانتهاكات حقوق الإنسان حقيقة لا يهمهم أن لا يهمهم هذه التقرير. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنهم بمعزل أو بمنأى عن أن يطالهم القانون. وقد ورد في التقرير تقريركم ان القانون فشل في او عباره من النوع هذا، والحقيقه هذا غير دقيق، لان القانون او القضاء بالذات هم من يصدر الحكم، لكن هناك جهه ايضا معنيه بالقاء القبض على هؤلاء الناس. و طيب اذا سنفصل اكثر في مساله الملاحقه القانونيه لمن ينتهك حقوق الانسان في ليبيا في سياق حلقه اليوم، ولكن اسمح لي ان انتقل الى السيد الحر. يعني التقرير ذكر ان ليبيا غارقه في عنف قاتل وانتهاكات ترتكب من جميع الاطراف، مما اسهم في انهيار عام في القانون والنظام. ما مدى واقعية هذا التوصيف برأيك سيد الحر؟ مرحبا. الوضع في ليبيا ليس بخفي عن متابعي الملف الليبي، سواء كانوا بالداخل أو بالخارج. الوضع الحقوقي، الوضع الإنساني في ليبيا مزري جدا. الإفلات من العقاب لا زال مستمر. كل الأطراف التي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ 2014 و2015 تحديدا، هذه لازالت لم يتم جلبها، لم يتم فتح تحقيقات نزيهة ومستقلة وشفيفة في كافة تلك الانتهاكات الجسيمة التي حصلت في شرق البلاد وفي غربها أيضا وفي الجنوب الليبي. هذا بالتأكيد. الإفلات من العقاب لا زال مستمر، غياب القانون وغياب الرادع القانوني لا زال مستمر. نلاحظ الاشتباكات المسلحة لا زالت دائرة، انتهاكات حقوق المدنيين في تلك المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة لا زالت مستمرة. أغلب الجرائم التي ترتكب داخل المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة هي جرائم ترقى لوصفها بجرائم الحرب، وكلنا نعلم أنها من اختصاص أصيل الجنائية الدولية. لذلك نحن ندعو الليبيين إن لم تكن لديهم القدرة على إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة، ولديهم القدرة لجلب هؤلاء الجناة وتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، فليدعوا المجتمع الدولي أن يقوم بمقاضاة وبمتابعة هؤلاء الذين لا زالوا ينتهكون ولا زالوا يقتلون في الأبرياء المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة. وجب على المجتمع الدولي التدخل لحماية هؤلاء المدنيين وأيضا لتعزيز حقوق الإنسان، وخاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة في الشرق الليبي تحديدا وفي بعض المناطق بالغرب الليبي. طيب التقرير غطى يعني ليبيا بشكل عام والانتهاكات التي ترتكب من قبل كل الأطراف، ولكن للتعرف أكثر عما شمله هذا التقرير من معلومات ينضم إلينا الآن مسؤولة الرصد والتوثيق بمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا سيدة سميرة أبو سلامة. بداية أهلا بك سيدة سميرة، هل لك أن تطلعينا على الخطوط العريضة التي جاءت في هذا التقرير بالشراكة بينكم وبين المفوضية السامية لحقوق الإنسان؟ أهلا وسهلا. أهلا بك. أهلا بك. معلش السؤال من فضلك، هل لك أن تضعين في صورة الخطوط العريضة التي جاءت في هذا التقرير وأهم الانتهاكات التي حملها؟ بالنسبة للتقرير اللي صدر اليوم مثل ما أشرت حضرتك، اللي هو مشترك ما بين المفوضية الثانية لحقوق الإنسان وبين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حسب ما ورد في التقرير اليوم أنه كانت في انتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الإنسان، ونفس الشيء بالنسبة للقانون الدولي الإنساني. فحسب التقرير هناك يعني الخطوط العريضة، أولا كانت في يعني استعمال أسلحة من الأطراف المتنازعة ما بين شرق وغرب وجنوب ليبيا،
اللي هي يعني كانت غير أسلحة غير دقيقة اللي كانت ضحاياها للأسف الشديد يعني المدنيين، ونفس الشيء قصف بعض الأهداف المدنية مثل المدارس ومثل المستشفيات ومثل بعض الجوامع والجامعات للأسف الشديد. نفس الشيء في التقرير وقع تحليل ووقع رصد الانتهاكات الأخرى مثل عمليات الخطف ثم التعذيب ثم الاختفاء القسري ثم استهداف نفس الشيء النشطاء الحقوقيين والنشطاء السياسيين وبعض العاملين في مجال الصحافة. وقع استهدافهم لأنهم كانوا يعبروا عن آرائهم أو لأنهم كانوا ضد الأطراف المعنية المتواجدة في المناطق اللي رصدوا فيها الانتهاكات. طيب سيد عبد المالك، يعني الآن اسمح لي أن أنتقل إليك حتى يلتحق بنا سيد الفاضلي. يعني تقول البعثة الأممية في هذا التقرير أن أطراف النزاع جميعا ترتكب انتهاكات ضد حقوق الإنسان، وأن هذه الانتهاكات لم تستثني حتى طالبي اللجوء والنازحين ممن تعرضوا بحسب وصف التقرير لسوء المعاملة. ما تعليقك على ما غطاه التقرير من انتهاكات؟ طيب أنا أعتبر أن السؤال موجه لي، يعني أنت خشيت به. على كل حال أنا أعتقد أن تعرض التقرير لهذا المسألة لأن مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسة الرقيب منهم هي تنظر من منظار حقوق الإنسان فقط، ما تنظرش بالمنظار الكلي للواقع اللي تعيشها المنطقة أو البلاد. حقيقة الأمر ليبيا مرت بفترة غيب فيها كل العاملين عن مواكبة العصر، وبالتالي الذين يشرفون على السجون الشرطة هؤلاء الناس ما عندهمش متابعات لحقوق الإنسان، ما عندناش احنا في ليبيا ثقافة حقوق الإنسان، ولذلك فيه نسبة معينة من الارتكاب من الانتهاكات الحقوقية اللي تتم نتيجة الجهل أو نتيجة عدم دراية المرتكب أنه هو يرتكب في انتهاك لحق بني آدم، وهذا يحتاج إلى توعية ويحتاج إلى تدريب وتأهيل وتفهيم. هذه نسبة، وبالتالي لازم نشيل هذه النسبة من الحساب لأنها ترتكب ممكن نقول حتى بحسن نية، يعني يعتقد أنك أنت متعذب بالسجين ممكن هو يعترف ويعطيك أسرار وغيرها من هذه المسائل. عملية التعامل الغير إنسانية مع طالبي اللجوء لأنهم من خارج البلاد أو لأنهم من أفريقيا هذا موجود في بلادنا، ولكن هذا نتيجة الجهل، نتيجة عدم الدراية عدم المعرفة. هذه واحدة. ثم بعد ذلك الحقيقة إن 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 هذه المسائل وراها أهداف سياسية، يعني هناك جزء من الانتهاكات الحقوقية تم بسبب يعني يعتقد الذي ينتهك هذه الحقوق يعتقد أنه هو ممكن يحصل مكاسب سياسية من وراء هذا العمل، وهذه أيضا مأساة احنا نعيشها، وبالتالي لابد أن يكون هناك ضغط سياسي لحل المشكلة. ثم أيضا هناك حرب أهلية، وفي أي حرب أهلية في العالم في تاريخ البشرية يتم فيها هذه الانتهاكات. طيب فالمشكلة أن الانتهاكات لا ترتكب لذاتها، إنما ترتكب بسبب وجود حرب أهلية وبسبب الاعتقاد أن ممكن نستطيع أن نتحصل على بعض المكاسب بطريقة سريعة وبطريقة سهلة من هذه الأشياء. ثم مثلا إذن العنف القاتل في ليبيا حسب توصيف التقرير هو ما أدى إلى انهيار القانون والوضع الذي تعيشه البلاد، انهيار القانون تحديدا سيد الفاضلي، ما الجديد في هذا التوصيف برأيك في بلد تشهد نزاع مسلح منذ ما يزيد عن 4 أعوام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة ليبيا لكل الأحرار على هذه الفرصة الطيبة، وأحييك أستاذ علا وأحيي ضيوفك الكرام. وحقيقة دعيني أعرج يعني على قضية مهمة جدا،
طيب نعتذر لهذا الخلل الفني، يبدأ أن هنالك مشكلة مع سيدة الفاضلي. أنتقل إليك سيدة سميرة، يعني الآن بحكم الحاصل على الأرض وبحكم هذا التقرير تطالبون يعني ببعض التوصيات أو توجهونها إلى أطراف محددة على الأرض، ولكن يدور التساؤل عن الآليات التي اعتمدتها المنظمة في رصدها لهذه الانتهاكات، ما هي هذه الآليات؟ بالنسبة للآليات هي يعني ليست جديدة، هي اشتغلنا بها لما كانت البعثة في الأمم المتحدة. طبعا تغير كل شيء لما يعني وقع إجلاء البعثة لتونس، فنحن يعني طبعا المهم والأهم هو التأكد من المعلومة، يتم التأكد من معلومة أو يتم أول شيء التوثيق عن طريق التشكيات أو عن طريق بعض المكالمات اللي توصلنا من الناس، يا أما الضحايا نفسهم أو أقرباء الضحايا. فاعتمدنا طبعا الهواتف، اعتمدنا كل المجالات المتاحة لنا في التواصل. كما نفس الشيء ما يخفاش عليكم أكيد وأنتم تعرفوا أنه في ناس كثيرة موجودة يعني في تونس، موجودة في بلدان أخرى وقع الاتصال بها أو وقع مقابلتها يعني وجها لوجه. ونفس الشيء قمنا ببعض الزيارات يعني لليبيا بعد الإجلاء، يعني لمناطق في ليبيا مثل طرابلس، مثل زوارة، مثل يعني مصراتة. فيعني وصلتنا المعلومات، تأكدنا منها، في عنا اتصالات تقريبا يومية مع بعض المؤسسات، في عنا اتصالات مع الطواقم الطبية الموجودة معناتها في كامل تراب ليبيا، عنا في نفس الشيء بعض اللجان الأزمات، كل هذا. وطبعا يعني مثل والاتصالات مع بعض الناس اللي هي مسؤولة عن السجون أو السجون يعني للليبيين أو بعض السجون. نفس الشيء الأخ كان يحكي عن الطالبين اللجوء أو اللاجئين، ونفس الشيء المهاجرين، قمنا يعني نفس الشيء بالاتصال بهم في تونس وخارج تونس في ليبيا وبعض المناطق. إذن العديد من الوسائل استخدمتموها، لكن ما مدى مصداقية هذه الوسائل خاصة فيما يتعلق بالاتصالات أو عدم إمكانية وصولكم إلى عين المكان أو تقابلكم بشكل مباشر مع من تقدم بالشكوى عن حدوث انتهاكات؟ أكيد هو عائق يعني إنه إحنا مش موجودين على مستوى الأرض، لكن حتى في 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 وجودنا على يعني في ليبيا كانت بعض العوائق. فبالنسبة للتقصي وبالنسبة لل تحري وبالنسبة للوصول إلى المعلومات، مثل ما قلت لك يعني مثلا لو كان عندك تقرير يفيد بمزاعم مثلا التعذيب، ففي التقرير الطبي يمكن يفند أو يمكن يلغي هذه المزاعم. نفس الشيء بالنسبة للضحية أنت تشوفيها ويمكن تتأكدي، والناس يعني في 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 لو تتصلي مثلا في ضحية تقول لك أنا كنت موجود من شهر كذا لشهر كذا، كنت موجود بالسجن الفلاني، كانت في يعني لما تتصلي بإدارة السجن يأكدوا الوجود، ولما يكون التقرير الشرعي يقول إنه الشخص هذا تعرض للتعذيب. فهذه كلها إفادات يعني. وإحنا في الأخير الرصد والتوثيق، إحنا لسنا جهة قضائية، فإحنا جهة للرصد والتوثيق، ويبقى التأكد أو الإدانة يعني تأتي بعد الرصد والتوثيق، هي مرحلة يعني أرقى لو تحب الضحايا وأهالي الضحايا أنهم يمروا طبعا لمرحلة اللي هي المقاضاة المشتبه فيهم أو مقاضاة. طيب سنخوض في مسألة الملاحقة القانونية والإجراءات التي تتم بعد مرحلة التوثيق معك سيدة سميرة في سياق حلقة اليوم، ولكن أعود إلى سيد الفاضلي على توصيف انهيار القانون الوارد في هذا التقرير. سيد الفاضلي، ما الجديد في هذا التوصيف في بلد تشهد نزاع يزيد عن الأربعة أعوام الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة ليبيا لكل الأحرار على هذه الفرصة الطيبة، وأحييك أستاذة علا وأحيي ضيوفك الكرام ومشاهدينا الكرام. أهلا بك.
وحقيقة دعيني أعرج على لقطات بسيطة وأعود بإذن الله إلى سؤالك سريعا إن شاء الله. يعني هذا التقرير سيدي الكريم، أنا أتعجب أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ما زالت تدس أنفها في القضية الليبية بعد فضيحة اليون. فقدنا الثقة سيدتي الكريمة في هذه البعثة، وحقيقة أستغرب أن نفس البعثة التي كان يقودها صاحب الفضيحة زالت مستمرة في العمل في ليبيا. هذا النقطة الأولى. الثانية سيدتي الكريمة، أن هذا التقرير فيه الكثير من الخلط، اطلعت عليه، الخلط كثير جدا، وهذا الخلط مصحوب بتهويل مع تدليس. مثلا على سبيل المثال الجماعات المسلحة في جميع تشكيلاتها مارست ما مارسته من جرائم. طيب اسمح لي سيد الفاضلي فقط، يعني لأنه لا يتوفر معنا الطرف الآخر حتى يدافع على هذه الاتهامات التي تقول، وخاصة أننا نركز في هذه الحلقة على الجانب الحقوقي وانتهاكات حقوق الإنسان. أنت أشرت إلى أن بعثة الأمم المتحدة كما وصفت أنها تدس أنفها، ولكن ليس لدينا من يمثل بعثة الأمم المتحدة. دعنا نقتصر بدراسة الجانب الحقوقي للواقع حقوق الإنسان في بشكل عام. تفضل أستاذة علا، أشكرك على هذه الملاحظة. لا أستطيع أن أواصل تحليل تقرير لا أثق فيه، مليء بالخلط والتدليس. يعني يفترض أن تقولي لي أين التدليس وأين الخلط. قد أكون مخطئ، يعني أنا لا طيب أقول. طيب ما هي تحفظاتك وتحديدا؟ لأن هذا التقرير تم إعداده بالمشاركة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وليس فقط بعثة الأمم المتحدة. تفضل، ما هي تحفظاتك؟ هذا التقرير غير صحيح، هذا التقرير غير صحيح، غير دقيق. ومنظمات حقوق الإنسان عندما تضع تقرير، منظمات حقوق الإنسان، هذا التقرير غير صحيح غير دقيق، لا أثق فيه على الإطلاق، لهذه الأسباب البسيطة التي تسمحي لي أن أذكرها. تفضل. أولا، لا يوجد لا مناطق ولا أسماء، ومجرد كلمات عامة، الجماعات المسلحة، المناطق المتفرقة. لا يوجد أيضا أسماء ضحايا. عندنا الأستاذ مالك، رجل ما شاء الله مهني عظيم جدا، أحد ضيوف الكرام أبو مالك، ويدرك أمنيستي انترناشونال عندما تصدر تقرير لحقوق الإنسان، تصدر سيدتي الكريمة التواريخ، الأماكن، الأسماء، الوقائع. أيضا ممثل هذه المنظمة كما أدركت الآن ليست على الأرض في ليبيا لتكتب مثل هذا التقرير الدقيق. نعم، هناك خلط كثير جدا، على اعتبار أن جميع الكتائب المسلحة، جميع الميليشيات المسلحة تمارس نفس الجرائم. هذا غير صحيح على الإطلاق. أن هناك ثلاث تنظيمات تمارس هذه الجرائم، هناك تنظيمات مسلحة لا تمارسها. كان الأجدر أن يعرف المشاهد هذه الفوارق، لكن التقرير يخلط، يريد أن يعطي انطباع أن جميع من يقاتل في بنغازي، ثوار شورى بنغازي، ثوار شورى درنا، جميعهم في نفس الإطار، في نفس الصف مع الكرامة وجيش القبائل وتنظيم الدولة. هذا أول انطباع يأخذ التقرير عندما نقرأ سيدتي الكريمة. لذلك غضبي أو حماسي لنقد القراء التقرير ينطلق من هذا الباب، الخلط والتدليس. ثم يتحدث التقرير في الأخير على هدف هذا التقرير، في سطرين في الأخير يقول لا بد من الوفاق السياسي. هناك موجة من التهويل، تذكري أستاذة علا بارك الله فيك، في الحلقة السابقة كنا نتحدث عن الأطفال في ليبيا وما يتعرضون إليه من اضطهاد وقمع وتهويل وما إليه، وفيه تهويل. كان الهجرة غير الشرعية بالنسبة لليبيا فيها تهويل، حجم الإرهاب، عندنا إرهاب، عندنا داعش، عندنا الكرامة، عندنا جيش القبائل، مصادر الإرهاب، لكنه فيه أيضا تضخيم جدا. وكل الهدف سيدتي الكريمة قضيتين، أما الدفع إلى وفاق سياسي يملى علينا من الخارج، أو الدعوة الغير مباشرة إلى التدخل العسكري. أنا مواطن أعيش داخل ليبيا وأعرف بدقائقها في هذه القضايا. لا أدعني صحيح لكل شيء، أدعي لكنني مؤكد أن هذا التقرير غير دقيق، تقرير مسيس، تقرير فيه شيء من الحقائق. لأننا الرد والتعليق على هذا التقرير سيد الفاضلي إن سمحت. أتحول الآن إلى السيد الحر. التقرير الأممي من جديد يقول أنه تم احتجاز آلاف الأفراد في سجون ومراكز اعتقال تقع رسميا تحت إشراف وزارات العدل والدفاع والداخلية. ما مدى تورط السلطات برأيك إذن بحسب ما ورد الآن في هذا التقرير في انتهاك حقوق الإنسان في ليبيا؟
نعم، هذا الأمر بالتأكيد موجود في ليبيا، والانتهاكات داخل السجون موجودة، جريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية موجودة في العديد من السجون، وللأسف هنالك حتى مقاطع فيديو بثت للتعذيب، ويوجد لدينا وقمنا بتوثيق العديد منها. نحن كمنظمة عربية موجودة داخل ليبيا لا زالت تعمل، وأؤكد كل كلمة قالتها الأستاذة سميرة في مداخلتها قبل قليل. للأسف أستاذتي الفاضلة، عندما يكون الموضوع متعلق بحقوق الإنسان يفترض الابتعاد عن الجانب السياسي، ولا يتم جز بعض الضيوف في الجانب السياسي داخل هذا الملف. حقوق الإنسان لا تميز، الانتهاكات تمت، الانتهاكات الجسيمة والتي ترقى إلى جرائم الحرب تمت من كل الأطراف التي حملت السلاح وتنازعت داخل هذه المدن. هذه جرائم ارتكبت في بنغازي، وارتكبت في ورشفالة، وارتكبت في قصر بنغازير في طرابلس، وارتكبت في كتلة، وارتكبت في أوباري. يجب علينا أن نغض النظر، الجريمة واحدة، والذي يتم انتهاك حقوقه هو الإنسان، الإنسان الليبي المدني. قصفت الجامعات، قصفت المستشفيات، قصفت المطارات، قصفت الحياة المقتضى بالسكان. عجز تام للسلطات الليبية عن إقامة لجان لتقصي الحقائق وإثبات من هو الجاني ومن هو المجني عليه. لذلك نحن ندعو من هذا المنبر على أن تعمل بعثة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن يكون هنالك مقرر خاص أممي معني بحقوق الإنسان في ليبيا، لتوثيق ولرصد كافة تلك الانتهاكات التي حدثت والتي من الممكن أن تحدث في المستقبل، لأن أغلب الجرائم التي ارتكبت هي جرائم لا تسقط بالتقادم. للأسف هنالك حول فكري لدى النخبة السياسية التي تقود في ليبيا الآن، قسمت المجتمع ما بين مؤيد ومعارض، قسمت المجتمع سياسيا، قسمته مجتمعيا، قسمت المؤسسة العسكرية. هذا وابل خطير جدا مآله المزيد من انتهاكات لحقوق الإنسان داخل ليبيا. طيب إذا أطراف الصراع الآن على الأرض، سيد عبد المالك، ما رد الفعل المتوقع لهذه الأطراف والتي انخرطت سابقا بشكل أو آخر في جولات الحوار الأممي؟ سيد عبد المالك. نعم معذرة، شنو السؤال أختي ما سمعتش؟ يعني ما رد الفعل المتوقع الآن لأطراف الصراع على خلفية هذا التقرير؟ رد فعلها المتوقع، وخاصة أنها انخرطت بشكل أو آخر في جولات الحوار الأممي سعيا للوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية؟ أختي كريمة، هل ممكن لي أن أعلق عموما على الكلام الذي قيل؟ لأن الحقيقة يعني الاعتقاد أن هناك فصل دقيق وحقيقي بين ما هو سياسي وما هو حقوقي، هذا نظريا، يعني هذا أكاديميا، لكن في واقع الحال لا يمكن الفصل. وأنا أعطيك مثال في الآلية لتوثيق هذه الأحداث اللي ممكن الأمم المتحدة قد تكون تساهلت فيها، لأن لو أنا مثلا نقدم شكوى في الشرطة هنا في بريطانيا، لو أدعي أتصل بمنظمة حقوقية وأدعي أنني يعني تم انتهاك حق من حقوقي من قبل الشرطة الموجودة في بريطانيا، إيش حتعمل المؤسسة؟ هل حتصدر تقرير بهذا الخصوص وأنا موجود ويأخذوني على الطبيب ويحولوني وفي هواتف ومكالمات؟ لا أبدا، لا يمكن يصدروا تقرير ولا حيتابعوا القضية هذه. أول شيء حيعملوها حيتصلوا بالشرطة المعنية ويسألوها هل حصل هذا، هل كذا، وبعدين يتصلوا بالحكومة. في كثير من هذه الحالات لم يتم الاتصال بالحكومة ولم يتم الاتصال بالجهات المعنية، وهناك أطراف سياسية دخلت في الملف الحقوقي لأنه مهم كويس، من أجل تسييس الملف الحقوقي لصالح جهة مع أخرى. وبالتالي مسألة ملف حقوق الإنسان، نحن نقول أن هناك انتهاكات، لا ندعي أنه لا توجد انتهاكات، توجد انتهاكات حقيقية، لكن لابد أن ننظر لهذا الملف من نظرة شمولية متكاملة. لا يمكن أن نستبعد الملف السياسي عن الملف الحقوقي، هذاك في وقت الرخاء لما تكون الدولة مستقرة. طيب لهذا نسأل، ما رد الفعل المتوقع لأطراف النزاع على هذا التقرير؟
الرد المتوقع هو الاستمرار في هذه الانتهاكات، لأن هم أولا لا يستمعون إلى هذه الأشياء، لأن ما فيش جهاز رادع، ما فيش شرطة، ما فيش قضاء يطال هؤلاء الناس ويضعهم في السجن، وهناك قضايا نسمحها مثلا تعقد لمعاقبة هؤلاء المجرمين. احنا الآن في حرب أهلية، وبالتالي هم يعتقدوا أن عندما يأتي الاتفاق على انتهاء هذه الحرب سيتم غض الطرف عنهم أو سيتم تجاوز هذا. والنقطة اللي احنا نحب نقولوها أن هذه الجرائم لا تتقادم بالزمن، يعني بعد 10 سنوات بعد 20 سنة ممكن يحاكم أي شخص قد ارتكب حقوق، قد ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان قديمة. وبالتالي أنا أعتقد أن التقارير هذه كما أشارت الممثلة نفسها أن هي تقارير للتوثيق فقط، لأنهم هم مش جهة قضائية. والحقيقة المطالبة بأن يعني الغرب يقوم بالتدخل ووقف هذه الانتهاكات، الحقيقة أنا أستغرب هذه المطالبات. إحنا بلد سيادي ونحن جزء من اتفاقيات حقوق الإنسان. عندما تستقر الدولة وعندما يكون هناك دولة ستكون هناك متابعات لهذه الجرائم، وإحنا الليبيين قادرين على أن نتابع هذه الجرائم. إذن هذا يقودنا إلى مسألة من يتحمل المسؤولية، أي طرف؟ سيدة سميرة، يعني هل تتساوى جميع الأطراف في تحملها مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان، أم أن المسؤولية تطال طرف بدرجة أعلى من طرف آخر؟ يعني هل تم توزيع المسؤوليات على انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا بشكل مبني على استراتيجية معينة؟ يعني معلش لأنه سمعت كلام كثير، ويعني عن المنهجية، يعني لما قلت وأكدت أنه إحنا ما إحناش طرف قضائي ولا ما إحناش طرف تحقيق يعني رسمي، لأنه كله رصد وتوثيق. إيش معناتها؟ معناتها يتم اعتماد التقارير هذه يوما ما لما إن شاء الله تقوم مؤسسات الدولة ولما يتفقوا الليبيين، ولم نطالب بأي تدخل. ردا على الأخ زميل المتحدث، احنا لم نطالب بأي تدخل، احنا طلبنا بالكف الفوري عن جميع الانتهاكات ضد القانون الدولي وضد يعني الانتهاكات حقوق الإنسان، كما طالبنا يعني، وهي كانت آخر نقطة اللي أشار لها اللي هو معناتها الأخ، انه لما طالبنا يعني بتعزيز الجهود للاتفاق ولقيام يعني حكومة تمثل كل الأطراف والشعب الليبي إن شاء الله لقيام العدالة ولمحاكمة كل الأطراف اللي قامت بانتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي. هذا يعني لرفع الالتباس على كل شيء. طيب. وإحنا مش فقط إحنا يعني في المنهجية متاعنا، ما إحنا ما سألناش طرف الحكومة أو طرف الشرطة فقط، يعني أنا قلت هي مصدر من المصادر للتأكد، وقلت إحنا رسلنا يعني المسؤولين لو تلقينا معناتها الرد ناخذوه في عين الاعتبار، وعادة نشير له في تقاريرنا أو يعني كمتابعة نفس الشيء نقعد نتابعه. والدليل على ذلك أنه تابعنا كثير من حالات يعني الخطف وكثير من حالات التعذيب، وكانت في عنا حتى قضايا متاع أنه الناس وقع إطلاق سراحهم، وهذه من الحاجات يعني الحاجات الكويسة والباهية اللي يمكننا نذكرها. طيب فيما يتعلق بتوزيع المسؤولية، هل تساوى الجميع في هذا السياق؟ لأنه حبيت أن أشير بعجالة المداخلات الأخيرة بالنسبة للمساءلة. طبعا بالنسبة للناس اللي قامت بالانتهاكات مثل ما أشاروا الجميع، هي لا تسقط بالتقادم، خاصة التعذيب، خاصة الانتهاكات الجسيمة والخطيرة بما فيها القصف العشوائي، بما فيها قتل المدنيين أو استهدافهم. بالنسبة للناس اللي عرفت وكانت موجودة وتغاضت الطرف ولم تردع، نفس الشيء هي مسؤولة. وتبقى طبعا التحريات وتبقى يعني القضاء طبعا ياخذ مساره
لتحديد المسؤوليات. طيب سيدة سميرة، اسمحي لي أن أنقل إليك تساؤل طرحه السيد الفاضلي. يعني التقرير بحسب السيد الفاضلي تضمن أوصاف عامة، لم يتم ذكر أطراف أو أسماء معينة تنتهك حقوق الإنسان في ليبيا أو وقائع محددة في هذا السياق، ما رد؟ طبعا هذا ما قيل في المنهجية، هو كان يعني مذكور بخط يعني بالحبر. أول شيء اللي يهمنا هو حماية الناس اللي حكاوا معنا. إيش معناتها؟ معناتها هم يمكن أنهم يتعرضوا للخطف من جديد، فلا يقع ذكر أسمائهم ولا يقع في بعض الأحيان ذكر المنطقة، لأنه المنطقة والحدث يمكن يدل على الضحية أو على الناس اللي حكيت معنا. فللأسف الشديد، لأنه مثل ما أشار هو نفسه، أنه ما فيش مؤسسات لا تحمي الضحية ولا تقدر تجيب الناس اللي قاموا بالانتهاكات هذه. فمن المهم جدا، وهذا يعني أساس في كل عملنا وشغلنا في الأمم المتحدة أو في المنظمات الدولية الحقوقية أو في المنظمات المحلية الليبية اللي تشتغل، للأسف الشديد يعني وقع استهدافها وهذا مذكور في التقرير، فحماية لهم وحماية المصادر وحماية للضحايا اللي يمكن يقع استهدافهم. نحن لم نذكر الأسماء، لم نذكر بالتدقيق، وهذا هو ما يسمى بالرصد والتوثيق. يعني تتوفر لديكم المعلومات وكافة التفاصيل ولكن لم تذكروها لدواعي أمنية. طبعا. طيب سيد الفاضلي، الآن يعني التقرير رصد استهداف أطراف النزاع في شرق البلاد وغربها، أهداف مدنية مما ألحق أضرار بالبنية الأساسية المدنية. إلى أي مدى انعكس الوضع في شرق البلاد برأيك على واقع حقوق الإنسان بشكل عام في باقي المناطق وفق ما جاء في التقرير؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيد علاء، اسمحي لي أقول لضيوفك الكرام أن الأسماء معروفة والوقائع في اليوتيوب وفي الفيديو، والأهالي جمعناهم عندنا الأسماء ومعلنة في الفضائيات بما فيهم قنوات وقنوات أخرى. السيدة تتحدث عن دولة مستقرة آمنة، نحن في حالة حرب، والذكر الجاني مهم جدا. أنا أتحدث عن الجاني على الأقل مش على الضحية. التقرير ذكر أن جميع التشكيلات المسلحة بدون استثناء مارست العذاب والتعذيب وحرق البيوت والقتل. غير صحيح سيدتي الكريمة، هناك بيوت حرقت وقرى دمرت مثل ورشفانة مثلا، ولا لا، في صدام عسكري مرفوض وجرائم صحيح، لكن هناك الآن عملية تعذيب ممنهجة تتبعها، مثلا عملية الكرامة وجيش القبائل من اختطاف وقتل وتعذيب وحرق بيوت تحت مثلا مسمى كتيبة أولياء الدم. لابد التقرير أن يفصل هذا الأمر وألا يجمع الجلاد والضحية في نفس الوقت. نحن نمر في مرحلة ما بعد الثورة، نحن لسنا دولة مستقرة حتى نقرأ تقرير ناعم معمم إلى هذه الدرجة. لذلك هذا التقرير وضحت فكرتك سيد الفاضي، وكذلك وضحت فكرة سيدة سميرة في مسألة التحفظ على أسماء من انتهكت حقوقهم في ليبيا. ولكن لنتجاوز هذه النقطة، سؤالي كان أن مسألة استهداف أطراف النزاع في شرق البلاد وغربها أهداف مدنية وانعكاسها على الوضع العام في شرق البلاد، كيف تعلق على ذلك؟ أستاذة علا، السيدة سميرة تحدثت، السيدة علا، السيدة سميرة تحدثت عن إخفاء أسماء الضحايا، أتحدث عن إعلان أسماء المجرمين. التشكيلات المسلحة التي تمارس التعذيب والقتل والتدمير لابد أن تذكر، وألا يجمع التشكيل المسلح البريء مع التشكيل المسلح الجلاد. عندنا النوعين، الصنفين في ليبيا موجودات. عندنا بيوت حرقت وقرى دمرت أثناء حروب بين تصادمات تشكيلات مسلحة. عندنا بيوت حرقت وناس عذبت ممنهجة منهجية كإعادة صياغة الأنظمة الأمنية السابقة، قتل والتعذيب والاختطاف الممنهج وقلع العيون والقتل ورمي في الشوارع تقوم بها عصابات معينة، ليست جميع التشكيلات المسلحة. نحن نعيش في مرحلة تصادم، حرب أهلية. لابد أن لأن هذا التقرير، أستاذ علا بعد إذنك، هذا التقرير تقرأه الدول والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن وقد يشكل رأي عند الطرف الآخر.
الملاحظة الأخرى أستاذ علا قد لا تكون في سياق سؤالك، أعذريني، الله يبارك فيك، أنا لاحظت ممثل اليونيسيف في ليبيا قاعد في لبنان، السيدة الكريمة سميرة، مع احترامي أعتقد استنتجت أنها مش من ليبيا الأخت الكريمة، تعيش في مكان ثاني، ولو قالت وزارة ليبيا لا أدري. أنا شخصيا لو أردت أن أحدد تقرير دقيق عن ما يحدث من حقوق الإنسان في ليبيا وأنا داخل ليبيا والحقوق الليبية سأجد صعوبة، فكيف يعني من أقاصي طيب العالم فاضلي يعني على الرغم من أنك لم تجب على سؤالي، ولكن السيدة سميرة أوضحت هذه النقاط وقالت أن تعذر عليهم الوصول إلى عدد من الضحايا وعدد من المناطق في ليبيا للوضع الأمني الذي تشهده البلاد. على كل حال اسمح لي أن أنتقل إلى السيد الحر أيضا في سياق هذا التقرير. سيد الحر، التقرير سلط الضوء على انتهاكات ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا قائلا إنه ارتكب إعدامات علنية وبتر وجلد وصلب بحق عدد من المواطنين بسبب ديانتهم أو ولاءاتهم السياسية. كيف انعكس وجود التنظيم على واقع حقوق الإنسان في ليبيا برأيك؟ هذه يعني نقطة خطيرة جدا وغاية في الأهمية أن يلتفت إليها الليبيون خاصة والمجتمع الدولي عامة. إقامة الحد من قبل مجموعة ترى في نفسها الوصية على منطقة معينة أو الوصية على مدينة معينة، هذا أمر غاية في الخطورة، وخاصة أن مثل هذه الأفعال ترتكب خارج إطار القانون وخارج إطار العدالة. وجب على الليبيين الآن ونتيجة لأن هذا الخطر أصبح ينتشر في العديد من المدن الليبية، وجب عليهم التوافق، وجب عليهم الجلوس على طاولة مستديرة بدون شروط مسبقة، ووضع حد لهذه الجماعات المرقة، الجماعات الخارجة عن القانون، الجماعات التي لا تؤمن بقيم الدولة القطرية بمفهومها الحالي. هذا الخطر هو كبير جدا وخاصة في وسط البلاد. لا نعتقد أن العدالة والمؤسسات الدولة بمفهومها الحالي من الممكن أن تكون موجودة في مدينة سرت تحديدا أو بعض المدن الأخرى التي سيطر عليها هذا التنظيم. هذا التنظيم قام بعمليات القتل وعمليات الذبح أيضا لبعض إخواننا العرب، وقام بصلب وقتل بعض أبناء قبيلة الفرجان، وقام بقتل وصلب بعض المنتمين للمؤسسة العسكرية. هذا أمر غاية الأهمية، وللأسف كلا الحكومتين الموجودتين في ليبيا في شرق البلاد وفي غربها يغضان النظر ولا نرى هنالك تكاتف شعبي لمجابهة مثل هذا التنظيم الإرهابي الذي أصبح يستفحل داخل الأراضي الليبية وأصبح بمثابة السرطان ينتشر من مدينة إلى مدينة أخرى، والإعلان عن الاستتابة وأما القتل والصلب في الميادين العامة. هذا أمر غاية في الأهمية. هذا التنظيم يرتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خارج إطار القانون وخارج إطار العدالة. طيب سيد عبد المالك، يعني عندما يتم توجيه هجمات ضد مجموعات محددة وممتلكاتها على أساس هويتها أو روابطها العائلية، فإنها قد تصبح بمثابة عقوبة جماعية يناهضها القانون الدولي. برأيك على من تقع المسؤولية تجاه اتساع دائرة الحرب وتداعياتها في ليبيا؟ أختي الكريمة، أنا نحب بس ننبه لنقطة، أن الأخت سميرة لم تقل أنها يعني أنهم طالبوا بتدخل قوات أجنبية. مع الأسف الأخت سميرة التحقت بهذا البرنامج مؤخرا، وكان يجب عليك يا أختي كريمة التي تديرين البرنامج أن تنبه الأخت سميرة أن هذه المسألة قيلت في البرنامج من الأخ الحر وطالب بتدخل المؤسسات الأجنبية والدول الأجنبية في إنهاء مسألة انتهاكات حقوق الإنسان، وهذا التي أشرت عليها. أنا لم أرد على الأخت سميرة في هذه المسألة لأن لو سيد عبد المالك، فقط للتوضيح، يعني سيدة سميرة كانت حاضرة وكانت تستمع للسيد الحر عندما علق، وعندما تحت لها الوقت قامت بالتعليق على ما أفضى به العديد من الضيوف من ضمنهم أنت والسيد الفاضلي والسيد الحر.
تعلقت تحديدا على كلامي أن كيف نطالب بتدخل جهات أجنبية في المسألة الليبية، وهذا التعليق لم يكن ردا عليها، إنما كان رد على أحد ضيوف متاعك غير الأخت سمير. بس هذه هي النقطة، لأن هذه المؤسسة لو طالبت التدخل الأجنبي تسقط المصداقية متاعها، هذا مش دورها ولا يمكن تقول بهذا الكلام. احنا نفهم شوية في مسألة حقوق الإنسان على كل حال، ولا يمكن أن تقوم مؤسسة زي مؤسستهم بهذا الطلب، هذا مستحيل، هذا يتنافى مع المهنية متاع المؤسسات الحقوقية أن تطالب الدول بتدخل في شأن دولة تانية، هذا مستحيل يقع. على كل حال تبقى المسألة الحقيقة، العبء الأكبر من هذه المسألة يقع على المدعو حفتر، لأنه هو من أشعل هذه الفتنة، وهو الذي بدأ بقصف الجامعات والمستشفيات والبنية التحتية في بنغازي، وترتب على هذا الأمر هذا الكم الهائل من النزوح اللي فات 400,000 من جميع أنحاء ليبيا التي يقع تحتها، يقع فيها هذا الوعد، والخطف على الهوية والخطف على الانتماء، الانتماء للمدن معينة، والقتل والتعذيب. يعني وجدت جثث كثيرة جدا عليها أثار تعذيب. هذه المسؤولية أنا أعتقد تقع بالدرجة الأولى أولا على حفتر وعلى ما يسمى بالكرامة، وتقع على برلمان طبرق، وتقع على الحكومة اللي في طبرق. هذه المسؤولية بالدرجة الأولى. ثم هناك مسؤولية تقع على جانب من جوانب بدون شك، لكن هذه في معظمها انتهاكات تتم نتيجة الجهل بمبادئ حقوق الإنسان. ولذلك إحنا نحتاج أن نعالج هذا الملف علاج شامل، لا نتناوله من منظور ضيق فقط، نتناوله من منظور شامل لعلاج هذه الأمور. طيب، وأنا في سياق علاج انتهاك حقوق الإنسان وتداعياته في ليبيا، يعني في هذا التقرير وردت العديد من التوصيات. سيدة سميرة، طلبتم في التقرير جميع من لديهم سيطرة فعلية على الأرض باتخاذ إجراءات فورية لوقف الأعمال والانتهاكات التي تحدث. ما المقصود تحديدا بمن لديهم سيطرة فعلية على الأرض؟ السيطرة الفعلية هي لما تشوفي، يعني ورد على الأخ، يعني مش يعني احنا ذكرنا صحيح بعض الأسماء أو بعض والمناطق اللي يتم فيها النزاع، يعني مثل ما قلت هو الغرب والشرق والجنوب والشمال، يعني لو نقدر نقوله. فالسيطرة الفعلية هي يعني من الأطراف المتنازعة ومن الناس التابعة للأطراف المتنازعة. إيش معناتها؟ معناتها الناس المسؤولة والناس اللي تحت إمرة الناس المسؤولة هذه. ولما قلنا المجموعات المسلحة، احنا ذكرنا المجموعات المسلحة بالاسم ولم نذكر كل المجموعات المسلحة، لانه يعني سيدتي انت تعرفين كل التداخلات وكل يعني في اسماء متعددة. ومثل ما قلت اريد ان انبه نقطة يعني مهمة جدا، بما ان لسنا يعني ما عندناش اي صلاحية قضائية، فاحنا نحاول قدر الامكان أن يعني نتفادى الذكر بالاسم، لأنه هذا سيقع على عاتق القضاء يعني للإدانة في محاكم يعني بعد. طيب، ولكن سيدة سميرة، يعني التوجيه هذه التوصيات لم يكن محدد، هنالك أطراف سياسية وأطراف عسكرية على الأرض وهنالك مسميات لها، لماذا لم يتم توجيه هذه التوصيات إلى أحد هذه الأطراف بعينها حتى يكون واضح من المعني بتطبيق هذه التوصيات؟ يعني لما ذكرنا، احنا ذكرنا في التقارير كلها الجهة الغربية والجهة الشرقية والجنوبية، وقلنا مين تقريبا وقع الإشارة ليه من الضحايا. مثلا لما نقول المجموعة المسلحة وكذا اللي هي موجودة وفاعلة، يا إما يقع على عاتق الآمر الكتيبة الموالي لفلان أو علان، فمعناتها التحريات بعدين حتقول يا إما كان على علم بالانتهاكات وجهل، أو كان هو طرف في الانتهاك
والقضاء ساعتها حيشيره بالاسم. فلما نقول وقف الأعمال العدائية المسلحة أو وقف انتهاكات حقوق الإنسان مثل التعذيب وهو موجود في يا إما مؤسسة أو موجود عند مجموعة مسلحة في منطقة كذا، فلما إن شاء الله معناتها تقوم مؤسسات الدولة وتقوم معناتها جهات إنفاذ القانون، فأكيد يعني بالتحقيقات وبالاستماع للشهود وبالقراءة التقارير أكيد حتوصل معناتها التقارير للأشخاص المعنيين والمشتبه فيهم بالقيام بالانتهاكات الخطيرة والجسيمة في حقوق الإنسان أو انتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني. طيب سيد الفاضلي، هل تعتقد أن تطبيق تدابيرك التي ذكرت في قرار مجلس الأمن الصادر في أغسطس 2014 والذي نص على منع السفر، تجميد عدد من الأصول المالية، هل تعتقد بأنه كفيل بمعاقبة الجناة ومنتهكي حقوق الإنسان في ليبيا، أم الأوضاع تحتاج إلى مزيد من الإجراءات التعزيزية؟ تحتاج إلى مزيد يعني بعد تحديد المجرم، يعني لا أستطيع أن أجاوبك يعني عبثا هيك بعد إذنك. شوفي، مثل ذكر تنظيم الدولة بالاسم لن تذكر الكرامة. أنا ضد تنظيم الدولة وداعش وإرهابيين وضد الكرامة أيضا. إذا ذكرتي هذا جرائم الكرامة سيدتي الكريمة، يعني ما فعله داعش لا يصل إلى معشار ما فعلته الكرامة. لماذا لا تذكر؟ لذلك التقرير مسيس. أستاذة علا، ثواني أقول لك الآتي وخذيها مني بإذن يعني الله للتوضيح وقد فقط. أكون مخطئ سيد الفاضي، يسمح لي للتوضيح، لأنه يعني بعد قراءتي لهذا التقرير معلش قطعتيني كثيرا الليلة، ذكرت فجر ليبيا، الله يرحمه، ذكرت الكرامة، ذكرت القوات التي تحارب في دهنا، نعم. ذكرت يعني ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، ذكرت جميعا. نعم. فقط للتوضيح تفضل. نعم في حوارنا الليلة، هم سيدتي بعضهم جلدين وبعضهم ما مارسوه عبر تصادم مسلح بين جماعتين، ماشي الحال. يعني بكل صراحة هناك ثوار بنغازي، ثوار درنة وفجر ليبيا لا يحرق البيوت ولا يقلع العيون ولا يعذب، لماذا نخجل من هذه الحقيقة؟ لا يعني أني معهم يعني، لكن حتى يكون هذا التقرير يعتمد عليه لابد أن يذكر كل هذه التفاصيل، وإلا يصبح تقرير مسيس. أستاذة علا بعد إذنك 3 ثواني، هناك موجة من التهويل بالنسبة لقضية ليبيا من المجتمع الدولي. المجتمع الدولي يهول ما يحدث في ليبيا ويعمم الإرهاب، الأطفال، قضية الأطفال من ليلتين في قناتكم الموقرة، الهجرة غير الشرعية، والآن حقوق الإنسان، يضع في صورة مبهمة خطيرة مهولة ويعمم بصدد صنع رأي عام تجاه أزمة ليبيا. هذا رأيي الشخصي، قد أكون مخطئ أستاذة علا. مرة أخرى هذا التقرير، إذا كانت الأستاذة ضيفتك الكريمة تقول نحن لا نستطيع أن نفعل كذا ونحن نعمم وعندنا قضية قضائية، ما فائدة هذا التقرير إذن؟ يعني مجرد ورقة نقرأها لا يعتد بها، لا يعتمد عليها. أسأل الأستاذ مالك هو رئيس منظمة حقوق إنسان، شوفي أمنستي إنترناشونال، لما تظهر تقرير بالأرقام بالوثائق بالجناة يصبح تقرير يعتمد عليه صحيح. أما هكذا من حقي، قد أكون مخطئ، أن أسميه تقرير مسيس. طيب وضحت أيضا الفكرة. هذه مجتمعات أنا أنتقل مرة إلى أخرى سيد الحر، لأن الوقت طيب. بدأ يداركنا سيد الحر، يعني في مسألة توجيه البعثة والمفوضية السامية توصياتها لأطراف أو لمن لديه سيطرة فعلية على الأرض، ما مدى منطقية توجيه هذه التوصيات بالكف عن انتهاك القانون الدولي، أعطى أوامر بوقفها، إلى من له سيطرة فعلية على الأرض وفق وصف التقرير؟ هنا أريد بعد إذنك التطرق إلى ما قاله رئيس منظمة الرقيب. أنا عندما طلبت بتدخل المجتمع الدولي لا أقصد التدخل العسكري، وإنما ما قصدته هو تفعيل القرارات الدولية التي اتخذت والمعنية بحماية حقوق الإنسان في ليبيا، تفعيل الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان في ليبيا. هذا ما كنت أقصده، وخاصة أن العديد من الجرائم التي ارتكبت هي ذات اختصاص أصيل زماني وموضوعي للجنائية الدولية، هذا ما كنت أقصده تحديدا، لا أقصد التدخل العسكري والتدخل وأنواع التدخل العسكري وأنواع التدخل الإنساني أخرى بمفاهيم أخرى. أما فيما
سؤال حضرتك رؤية واضحة المؤتمر الوطني والتنظيمات المسلحة التي تابعة له، هذه تتحمل مسؤولية وهو يتحمل مسؤولية، أيضا البرلمان والتنظيمات المسلحة التابعة له تتحمل مسؤولية. نحن كحقوقيون ندين الانتهاك بغض النظر عن الصفة الرسمية لمن قام بهذا الانتهاك، وبغض النظر عن انتماءه السياسي وانتماءه الأيديولوجي. يهمنا سلامة المواطن الليبي بالدرجة الأولى، سلامة المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، هذا ما يعنينا. أما مسألة الانحياز إلى تيار سياسي أو تنظيم مسلح موجود على الأرض ويتنازع ويرتكب الانتهاكات، فنحن بعيدين كل البعد عن ذلك. كل من يقوم بانتهاكات لحقوق الإنسان بغض النظر عن صفته الرسمية وبغض النظر عن انتمائه السياسي وبغض النظر عن انتمائه الأيديولوجي هو جاني، ويفترض أن يمتثل أمام العدالة. طيب سيد عبد المالك في إيجاز لو سمحت، كيف بإمكانكم في مؤسسة الرقيب وبصفتكم منظمة حقوقية تراقب الأوضاع في البلاد، كيف بإمكانكم دعم فرص تحسين الوضع الإنساني في ليبيا؟ في إيجاز أذكرك من جديد لو سمحت. نعم، احنا قدمنا الحقيقة بعدة مقترحات حتى للحكومة الليبية في طرابلس، أن يكون هناك مؤتمر يدعى في مؤسسات الحقوقية العالمية، ونقوم بالإشراف على عملية التدريب والتأهيل ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الليبي عموما وفي المؤسسات المعنية بهذه الانتهاكات خصوصا. نقوم بفتح المجال أمام هذه المؤسسات اللي هي تكتب التقارير عن بعد، أن تأتي وتعايش وترى بعينها يعني هذه الحالات المأساوية اللي موجودة في ليبيا، حتى يكون التقرير مبني على مشاهدة وملامسة على الواقع. هذه من ضمن الأشياء اللي كنا، وأنا أشكر الأخ الحر على هذا التوضيح، لكن برضو يبقى أن مطالبة بالمجتمع المدني أنه يتدخل حتى على مستوى وضحت الفكرة سيد عبد المالك. اسمح لي فقط أن أختم مع السيدة سميرة. سيدة سميرة، ما الخطوة القادمة ما بعد إصدار هذا التقرير؟ ما بعد إصدار هذا التقرير، يعني معلش سامحيني نجاوب الأول، لأنه يعني احنا ذكرنا لم يتبقى الكثير من الوقت سيدة سميرة، يعني أقل من دقيقة هو الوقت الباقي من حلقة اليوم لو سمحتي في إيجاز. أكيد، وطلبنا نفس الشيء بمحاكمة أو على الأقل بتقديم الناس اللي انتهكت حقوق الإنسان وقامت بجرائم لتقديمها للمحاكمة بغض النظر موجودين مين وانتماءاتهم شنو. أشكرك جزيلا، بهذا نصل إذن إلى ختام حلقة اليوم من برنامج العاشرة. أشكر ضيوفنا، انضم إلينا عبر الهاتف من الخمس رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبد المنعم الحر، عبر سكايب من مانشستر كان معنا رئيس منظمة الرقيب لحقوق الإنسان محمد عبد المالك، وشاركنا في الحوار عبر الأقمار الصناعية من طرابلس المحلل السياسي فتحي الفاضلي، كذلك كانت معنا عبر الهاتف من تونس مسؤولة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سميرة أبو سلامة. تقبلوا تحياتي أنا والعبد العظيم، ودمتم في أمان الله ورعايته.